السلام عليكم. في الفيديو ده عايز اتكلم عن رابع سبيس مهم عندي في الماتريسيز اللي اسمه ليفت نال سبيس. نفتكر كده ان احنا كنا اتكلمنا عن الكولوم سبيس والرو سبيس، بعدين اتكلمنا عن حاجه اسمها النال سبيس. النال سبيس كنا بنقول ان هو مجموعه حل المعادله او ax equal 0، فكنا بنقول ان احنا بنشوف ايه الكومباينيشنز من الكولومز بتاعه الماتريكس اللي هتديني 0 فيكتور، فده كان النال سبيس. الليفت نال سبيس هو الحاجه المناظره للكلام ده في الروز، فانا بشوف ايه هي الكومباينيشن من الروز بتاعه الماتريكس اللي هتديني 0 رو. يعني تعال نشوف كده مثال بس بسيط. لو عندي ماتريكس عامله كده 1 2 3 مثلا 2 2 2 مثلا، وهنا 3 4 5 ماشي، فانا عارف ان ده بلس ده بيديك ده، وبالتالي اقدر اقول ان انا عندي الرو ده مثلا 1 1 ناقص 1. لو ضربت الرو ده في الماتريكس ده هيديني ايه؟ هيديني 1 من اول رو بلس 1 من تاني رو ناقص تالت رو، فهيديني في الاخر 0 0 0. فانا اقدر اقول ان الرو ده جزء من الليفت نال سبيس اوف الماتريكس. بس كده الموضوع بسيط يعني. ونظرا لان انا عندي هنا الاثنين روز دول اندبندنت على بعض، فانا عندي رو واحد بس بيدبند على التانيين، فانا عندي 1 ديبندنت رو، وبالتالي الدايمنشن بتاع الليفت نال سبيس هيكون واحد. بالتالي هو الليفت نال سبيس هيكون في الحقيقه عباره عن الفا او كونستانت في ده، ان الفا في اي الفا في ده هيديني 0 0 0 ماشي. فاحنا نلاحظ ان الليفت نال سبيس هو عباره عن او مناظر للنال سبيس، بس لو لفينا الماتريكس. يعني في الاخر لو انا قلت لك بدل الماتريكس دي كده الماتريكس A، لو قلت لك الماتريكس A ترانسبوز هتكون عباره عن 1 2 3، وهنا هيبقى 2 2 2، وهنا 3 4 5. فهلاقي ان النال سبيس بتاع الماتريكس دي النال اوف A اوف A ترانسبوز هيكون عباره عن الفا في 1 1 ناقص 1. ليه؟ لان ده بلس ده ناقص ده بيساوي 0. فاذا النال الليفت نال سبيس اوف A هسميه ايه مثلا؟ L اوف A اللي هو الليفت نال سبيس اوف A هو عباره عن النال سبيس اوف A ترانسبوز. بس كده، فده هو الديفينيشن بتاع الليفت نال سبيس. ليفت نال سبيس اوف ماتريكس A هو عباره عن النال سبيس اوف A ترانسبوز. نلاحظ ان قبل كده كنا قلنا ان الكولوم سبيس اوف A، او قصدي ان ماشي يعني الرو سبيس اوف A عباره عن الكولوم سبيس اوف A ترانسبوز برضه ماشي. طبعا الكولوم سبيس اوف A هو الرو سبيس اوف A ترانسبوز، ففي علاقات ما بين الرو سبيس والكولوم سبيس وبين النال سبيس والليفت نال سبيس. طيب ليه ده سميناه الليفت نال سبيس؟ علشان زي ما احنا شايفين بنضرب الرو على الليفت من الماتريكس. طيب فده مجرد مصطلح. طب لو عايز اوصل للليفت نال سبيس بشكل سيستماتيك زي ما وصلت للنال سبيس بشكل سيستماتيك، هنعمل ايه؟ برضو هنجيب ريديوسد رو اتشيرون فورم. ولكن يعني طبعا عندي حلين، يعني انا عندي حلين. الحل الابسط لو انا عايز اجيب الليفت نال سبيس ان انا اجيب A ترانسبوز، انا جبت الماتريكس اللي قبل كده، ان انا اجيب A ترانسبوز واجيب النال سبيس اوف A ترانسبوز بالطريقه العاديه. فده الحل السهل اللي يوصلني للليفت نال سبيس اوف A. طيب لو عايز حل تاني من غير معادله ترانسبوز خالص، ممكن اخد الماتريكس دي كده زي ما هي و اجيب برضو ريديوسد رو اتش اون 4، او اعمل جاوسن اليمينيشن. مش لازم ريديوس روس فورم، اعمل جاوسن اليمينيشن بس لحد ما اعرف مين الروز اللي بتبند على بعضها ماشي. طيب بعد ما اعمل كده، يعني محتاج وانا بعمل كده اكيب تراك اوف الاوبريشنز اللي انا عملتها. تعال نشوف كده. لو قلت لك اول حاجه نعملها هنقول ار2 ايكوالز ار2 ناقص 2 ار1، فاللي هيحصل دي كده اول حاجه عملتها. يعني هديني هنا 1 2 3، هنا هيديني 0، 2 ناقص 4 نيجاتيف 2، 2 ناقص 6 نيجاتيف 4، وبعد كده هقول ان ار 3 الجديد ايكوال ار 3 القديم ناقص 3 ار 1، ده هيديني هنا 0، 4 ناقص 6 نيجاتيف 2، 5 ناقص 9 نيجاتيف 4. بعد كده هقول ان ار 3 الجديد ايكوال ار 3 القديم ناقص ار 2، فده هيديني 1 2 3 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4، وهنا 0 0 0.
ماشي كده خلصت البيفوت ده وخلصت البيفوت ده، فانا كده اعتبر خلصت الجاوسن اليمنيشن وجبت الاتشلون ماتريكس حتى لو هي مش ريديوس، مش لازم اجيبها ريديوس قوي يعني. فلاحظ ان انا عملت ثلاثه اليمنتري اوبريشنز، واحنا كنا قلنا قبل كده ان الاليمنتري اوبريشن اقدر اعملها باستخدام ماتريكس، ماتريكس اسميها اي صح؟ فانا اقدر اعبر عن الاوبريشن اللي انا عملتها دي باستخدام ماتريكس اي، هقول ان اي بتساوي يعني لو فاكرين لو سميت دي A هسمي دي مثلا نسميها U ولا حاجة، فكنا بنقول إن E A equals U، ده اللي قلناه في الأول خالص، فلو حد مش فاكر ده يحاول يراجع الحاجات القديمة يعني. فـ E A equals U، عايز أجيب الـ E دي، هلاقي إن أنا عملت الاتنين أوبريشنز دول، هعملهم مثلا ماتريكس E واحد فيها الاتنين أوبريشنز دول، هلاقي إن R واحد زي ما هو فيبقى واحد 0 0، R اتنين equal 0 من R1 R2 ناقص، لا آسف هي نيجاتيف 2 R1 R2 مفيش R3 و R3 بيساوي نيجاتيف 3 R1 0 R2 1 R3، دي كده E1. طيب E2 عبارة عن إيه؟ يجي هنا نقول E2 هعمل فيها الكلام ده بس، ده هيساوي R1 زي ما هو و R2 زي ما هو، R3 عبارة عن هنا 0 هنا نيجاتيف 1 هنا 1، وبالتالي الـ E التوتال عبارة عن E2 اللي هي دي 1 0 0 0 1 0 0 نيجاتيف 1 1 مضروبة في الـ E اللي قبلها اللي هي كانت 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 0 1 0 0 0 1 تمام كده. تمام دي كده الاي، دي الاي توتال، فممكن احسبها تاني كل نضربهم في بعض، هتلاقي هنا مثلا 1 في 1 ب 1، بعد كده ده هيديني 1 برضو اللي هو 1 في 0 بقى 0، لا ده هيديني هنا 0 اسف، 1 في 0 بقى 0 في 1 بقى 0 في 0 ده هيديني 0 برضو، ده هيديني 0 في 1 1 نيجاتيف 2 هديك نيجاتيف 2، ده هيديني 0 0 1 1 ماشي دي كده 1 0 0 1 0 هديك هنا 0، ده هيديك 0 في 1 نيجاتيف 1 في نيجاتيف 2 بكام؟ ب 2، 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 ماشي، وبعدين 0 في 0 نيجاتيف 1 هنا، وبعدين 0 في 0 نيجاتيف 1 هنا هديك 1. فدي هي الاي، وبالتالي انا عندي دي مضروبه في الماتريكس A اللي هي كانت دي ماتريكس A تاني 1 2 3 2 2 4 التاني كان 3 2 5، ده كده اداني الماتريكس U اللي هي هنا 0 0 0 و 1 2 3 فوق، وهنا 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4. طيب انا بدور على ايه؟ انا بدور على الكومباينيشن اوف الروز اللي تديني 0. نلاحظ ان انا اصلا لما بعمل ريديوس رو اتشلون فورم او لما بعمل عامه جاوسن اليمنيشن بيطلع لي صفار في روز فيها صفار، فانا عندي الرو ده. طيب الرو الأخير ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاصل ضرب الرو ده في الماتريكس دي. طب حاصل ضرب الرو ده في الماتريكس دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سالب واحد في أول رو بلس سالب واحد في تاني رو بلس واحد في تالت رو. فأنا بقول سالب واحد في أول رو سالب واحد في تاني رو بلس واحد في تالت رو بيديني زيرو. طب ما هو ده أصلا تعريف الليفت نال سبيس. يعني ده دول تحديدا التلات أرقام دول تحديدا هما الكومباينيشن أوف الروز اللي بيدوني زيرو رو. فهقدر اقول ان الـ left null space of matrix A عبارة عن constant في الراجل ده سالب واحد سالب واحد واحد بس. فعشان توصل left null space بشكل systematic بتعمل reduced بتعمل Gaussian elimination عادي خالص، بس بتكيب track of the operations بتاعتك وتحاول تحولها في الاخر لـ matrix E زي ما قلنا في اول كام فيديو كده، وبعدين هتلاقي ان الـ matrix E دي هي اللي فيها المعلومات اللي انت عايزها كلها. تلاقي مثلا لو عندك هنا رو بصفار يبقى الرو المناظر له من الماتريكس E
ينتمي للليفت نال سبيس. لو عندك 3 4 روز بصفار هيبقى كل رو ده كل رو من دول قصاد رو تاني في الماتريكس اي بيمثل جزء من الليفت نال سبيس اوف الماتريكس اي. طيب طلع هنا سالب 1 سالب 1 ب 1، انا طلع لي قبل كده هنا واحنا بنفكر بنفسنا كده طلع لنا 1 1 ناقص 1 كاني اخترت الفا بسالب 1 يعني. يعني في الاخر ده هو نفسه برضو قدر ان هو بيساوي بيتا في 1 1 ناقص 1 حيث بيتا ده اي رقم من سالب انفينيتي لانفينيتي. تمام، فده كان الليفت نال سبيس، ودي الطريقه اللي بنحسب بيها الليفت نال سبيس بشكل سيستماتيك او بشكل بمجرد النظر. في ملحوظه اخيره عايز اقولها بخصوص العلاقه ما بين الاربعه سبيسز دول. لو جينا نتكلم مثلا عن النال سبيس، النال سبيس بيحقق لي ان a x equal 0 ماشي، فالa دي عباره عن رو 1 او الرو ورو 2، طبعا ده رو مش رقم يعني، رو 1 رو 2 رو 3 مثلا وهكذا الى الابد يعني. وهنا ده هيكون مثلا x1 x2 x3 equal 0. الزيرو ده عباره عن 0 0 0. طب ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ار 1 مضروب في ده الرو ده في الكولوم ده بيساوي 0. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ار 1 لو حولته لفيكتور يعني دوت اكس اللي هو الاكس نال ده الاكس اللي من ضمن النال سبيس يعني، فار 1 دوت اكس نال ايكوال 0. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الرو ده الزاويه بينه وما بين اكس نال بتساوي 90 درجه، لان الدوت برودكت عباره عن اللونجيتيود الاول في اللونجيتيود الثاني في كوزاين 90، فالزاويه بينهم 90 درجه. وده معناه ان الرو ده عمودي على الفيكتور ده، او الفيكتور ده لو حولته لفيكتور هيبقى عمودي على الفيكتور ده. نفس الكلام في ار 2 ونفس الكلام في ار 3. طيب لو ار 1 وار 2 وار 3 كلهم عموديين على الاكس نال اللي هو بينتمي للنال سبيس، ده هيكون معناه ايه؟ معناه هيكون ان ار الفا 1 ار 1 بلس الفا 2 ار 2 بلس الفا 3 ار 3 اللي هو كومباينيشن بتوين الروز دول اللي هو برضو الرو سبيس، خد بالك ده كده بيمثل لي الرو سبيس كله. لو عملت له دوت برودكت مع اكس نال هيديني ايه؟ هيديني 0 بالتوزيع عادي، هلاقي ده ار 1 دوت اكس ان طب ده ب 0، ار 2 دوت اكس ان ده ب 0، ار 3 دوت اكس ان ده ب 0. فده بيقول لي ان اي فيكتور بينتمي للرو سبيس هيكون عمودي على اي فيكتور بينتمي للنال سبيس. فده بيقول لي بشكل عام ان الرو سبيس كله عمودي على النال سبيس. دي مجرد يعني ملاحظه كده ان الرو سبيس كل الرو سبيس عمودي على النال سبيس، يعني ده معناه ان اي فيكتور في الرو سبيس عمودي على النال سبيس، او اي فيكتور في الرو سبيس عمودي على اي فيكتور في النال سبيس، وبالمثل اي فيكتور في النال سبيس عمودي على اي فيكتور في الرو سبيس. تمام؟ طيب نظرا لان العلاقه ما بين الرو سبيس والنال سبيس مناظره للعلاقه ما بين الكولوم سبيس والليفت نال سبيس، ان في الاخر الكولوم سبيس هو الرو سبيس اوف ايه ترانسبوز والليفت نال سبيس هو النال سبيس اوف ايه ترانسبوز، ففي تناظر كده في العلاقه، فهتلاقي برضو ان الكولوم سبيس عمودي على ايه ده؟ عمودي على الليفت نال سبيس. ماشي، فدول علاقتين بس كده ايه بنقولهم يعني. ساعات بنعمل لهم ريبريزنتيشن جرافيكال، بنقول ان احنا نعمل حاجه زي كده، نقول مثلا ايه مجرد ريبريزنتيشن كده، لو ده هو الرو سبيس وده هو النال سبيس فالزاويه 90 درجه. طبعا دي مجرد ريبريزنتيشن، ده مش زاويه بجد يعني. نفس الكلام هنا، بترسم الكولوم سبيس وبترسم هنا الليفت نال سبيس برضو الزاويه بينهم 90 درجه. الرسومات دي رغم ان هي رسومات تافهه بس هتفيدنا بعد كده في حاجات تانيه هنتكلم عنها بعدين، ان احنا نكون مدركين بس الرسومات دي قدامنا كده بيكون شيء لطيف يعني. وبكده احنا خلصنا مؤقتا كلام عن الاربعه سبيسز والعلاقات بينهم.